السلام عليكم. في اليوم 18 من شهر يوليو للعام 2024 نقوم اليوم بتجهيز الوجبات الساخنة لتوزيعها على أهلنا النازحين وعلى أصحاب البيوت المدمرة. هذا المشروع التبرع الكريم من الشعب المعطاء الشعب الأندونيسي، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء مزيدا من العطاء لخدمة إخوانكم في قطاع غزة. شكرا لكم، السلام عليكم. ونفقنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 موطني. أنا مين؟ أنت عارف مين هذول اللي بياخذوا؟ خمسة. 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 هاي عندك هنا 2.